مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقة النهاردة فيها أخبار كتيرة جدا متنوعة، عندنا أخبار محلية وفي بعض الأخبار العالمية اللي هنتكلم فيها بشكل مفصل كمان، وعندنا كمان كل ما هو جديد يتعلق بآخر أخبار النادي الأهلي. ضيف حلقتنا النهاردة هيكون الناقد الرياضي الأستاذ إيهاب الجنيدي، الناقد الرياضي موقع أس الأسبانية. كلام كتير جدا جدا هنكمله بعد ما نروح نشوف أهم وأبرز العناوين. يلا بينا. الرئيس عبد الفتاح السيسي يمنح أبطال اليد وسام الرياضة من الطبقة الأولى. الأهلي واصل تدريباته استعدادا لمواجهة اطلع بره. تغييرات متوقعة على تشكيل الأهلي أمام بطل جنوب السودان. لجنة التخطيط تواصل اجتماعاتها لبحث ملف المدرب الجديد. الأهلي ينهي إجراءات التعاقد مع لاعب السلة إيهاب أمين. وفد فيفا يزور اتحاد الكرة للتنسيق مع ثروة سويلم في تسيير أعمال الجبلية. اتجاه بعدم إقامة معسكر للمنتخب الأول في سبتمبر. جديد يا أستاذ حسام، مساء الخير عليك وألف ألف مليون مبروك. أمير ازيك؟ طبعا صوت المنسيس عالي جدا عندي المجتمع. يا ريت يا جماعة نوضح الصوت شوية للأستاذ حسام، سمعنا كده كويس؟ أنا لا لا مش سامع خالص للأسف. لو في مشكلة في الصوت يا جماعة قولوا لي نعاود الاتصال بيه. طيب هنرجع لحسام زايد تاني عشان نتكلم بالتفاصيل على الاستقبال بقى النهارده، لان في الحقيقه استقبال لبعثة اليد كان استقبال شعبي وجماهيري ورسمي كبير ومميز جدا. هو كان متواجد في المطار، وكمان بحكم ان هو يعني مدير اداره الاعلام باتحاد كره اليد فيوصف لنا الاجواء كانت عامله ازاي بشكل اكبر. دي لقطات من هذا الاستقبال. طبعا سياده الوزير الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه كان موجود، بالاضافه لعلم مصر وبالإضافة للجماهير الكبيرة الغفيرة السعيدة جدا جدا بهذا الحدث وبهذه النتيجة. فبالتالي منظر أكثر من رائع بصراحة. هو ده كأس العالم، إن احنا أو المنتخب قدر إن هو يجيبه لنا في الحقيقة، وقدروا إن هم يسعدونا جدا جدا جدا، ووجب الاهتمام بهذا أو بهذه الجزئية، لأن مش بيحصل كل يوم بصراحة، مش كل يوم كده بناخد كأس عالم يعني، لا ده كل فترات كبيرة جدا جدا جدا. الفرحة موجودة وواضحة، ودول أهالي أكيد وأولياء أمور وأقارب اللاعبين المميزين اللي أسعدونا جدا. فزي ما كنت بتكلم مع حضراتكم لازم نشوف الناس دي اشتغلت ازاي. هم ناس مصريين، احنا كنا دايما بنحاول نجيب أمثلة من بره نقول شوف الناس في أوروبا بتشتغل ازاي وعامل زيهم. لا، ده احنا عندنا هم مصريين بينجحوا، عندنا هم مصريين بيقدروا يحققوا الأهداف اللي نفسنا فيها. طيب واحد مصري زيك هو بينجح، قلده، اعمل زيه عشان نفرح الناس دي اللي في الصوره دي. بص الناس فرحانه ازاي. بص الدعوات، طبعا الامهات كان ليها دور كبيره جدا كبير جدا جدا يعني في هذا التتويج التاريخي. فاحنا نفسنا ان الشعب المصري دايما يكون فرحان. الرياضه من ضمن الحاجات اللي بتفرح الشعب المصري، وابرز الالعاب الرياضيه اللي بتفرح الشعب المصري طبعا بخلاف كره اليد كره القدم. هل كرة القدم المرة اللي فاتت أو الفترة اللي فاتت فرحت الشعب المصري؟ بالعكس، أبكت الشعب المصري. فالأبطال دول لازم نشيد بيهم ولازم نفرح بيهم جدا ولازم نتعلم منهم بكل تأكيد. نرجع لحسام زايد الناقد الرياضي ومدير إدارة الإعلام باتحاد كرة اليد. يا حسام مساء الخير عليك وألف مليون مبروك. مساء الخير عليك يا أمير وعلى كل المشاهدين الأهلي. مبروك لمصر كبير المنتخب طبعا على بطولة. الصوت مش واضح يا جماعه. حسام لو ينفع تيجي يمين او شمال شويه عشان اسمع. يعني استقبال كاس الرئيس النهارده ليهم ده رساله مهمه ليهم ولكل الشباب كمان، ان اي حد هيعمل انجاز في مجاله هيلقى التكريم المناسب من جانب الدوله باذن الله.
ان شاء الله. حسام، انا في البدايه عايز اتكلم معاك على عوامل هذا النجاح. التخطيط ابتدى ازاي عشان نوصل للانجاز ده وانت واحد متواجد في الاتحاد المصري لكره اليد؟ يعني تمام طبعا، بالتاكيد اكيد، يعني الانجاز ده مش وليد الصدفه، بدليل طبعاً انه يعني قبل فوز منتخبنا الوطني للناشئين ببطوله العالم قبلها باسابيع قليله كان منتخب الشباب متوج او حاصل على برونزيه العالم للشباب، وفي بدايه العام الحالي حصل المنتخب الاول على المركز الثامن على مستوى العالم. بالظبط، فده اشاره ودلاله على انه في عمل وفي يعني نظام في الاتحاد المصري لكره اليد، وتحديدا من الناحيه الفنيه ايضا تعاون كبير بيتم ما بين مجلس الاداره برئاسه المهندس هشام ناصر وايضا لجنه المنتخبات الوطنيه برئاسه الكابتن علاء السيد واللجنه الفنيه ايضا ويعني كل اعضاء اللجنه الفنيه. في ترابط بيحصل ما بين المنتخب الاول ومنتخب الشباب ومنتخب الناشئين. الربط ده بيتم من خلال وجود مدير فني الثاني وتحديدا المدرسه الثانيه بيعتمد عليها الاتحاد في الـ يعني الصداره للاشراف على المنتخبات بشكل عام من خلال وجود كان ديفيد ديفيز، وده حاليا موجود مستر باروندو والمدير الفني للمنتخب الوطني الاول. موجود معاه اثنين من المدربين المساعدين الشباب كابتن هاني الفخراني وكابتن حسين زكي، هم نفسهم موجودين مع المنتخبين الوطنيين للشباب والناشئين، علشان كده بيحصل الربط مع طبعا المجهود الكبير للمدربين الوطنيين سواء كابتن طارق محروس مع منتخب الشباب او سواء كابتن مجدي ابو المجد مع منتخب الناشئين. يعني ده ملخص للي بيتم من الناحيه الفنيه، وطبعا بجانب المعسكرات اللي تمت خارج مصر والاحتكاك القوي اللي حصل مع منتخبات اوروبيه قبل المشاركه الرسميه في البطولات. فكانت دي النتيجه ودي البدايه مش النهايه، يعني طبعا دي بدايه اللي جاي ان شاء الله باذن الله. طيب كيف كان الاستقبال في مطار القاهره الدولي لهؤلاء الابطال؟ قول لنا الاجواء كانت عامله ازاي، اوصف لنا. طبعا يعني انا يعني كنت شاهد على الاحتفال امبارح، وهو كان احتفاء كبير جدا من الجمهور المصري العظيم اللي كان دايما حريص على متابعه نتائج مباريات منتخبنا الوطني في بطوله العالم، والناس كلها كانت حريصه امبارح على التواجد في مطار القاهره. ويعني خلينا يعني اقول لك انه يعني الاستقبال ده كنا بنشوفه دايما في يعني لما بيحصل انجاز كبير في كره القدم. بالظبط، شفناه امبارح بقوه في استقبال منتخبنا الوطني للناشئين بطل العالم، كان يعني عدد كبير جدا من الشباب ومن الاسر واستقبال رسمي وشعبي على اعلى مستوى كان امبارح، وطبعا في وجود الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. فيعني كل الاحتفالات اللي حصلت امبارح بتخلي اللعيبه تعرف وتحس قد ايه الناس حاسه بالمجهود اللي اتعمل وقد ايه الناس فخوره بيهم، فكان مهم ان احنا نشوف المشهد ده صراحه، ومشهد كلنا فخورين بيه. يعني حاله السعاده اللي كانت عند اللاعبين ورئيس البعثه والجهاز الفني بعد استقبال طبعا فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد كمان ما منحهم وسام الرياضه من الطبقه الاولى، اوصف لنا برضو هذه الحاله او حاله السعاده بالتحديد، لان شيء مش قليل، شيء مهم جدا، انا عايز اهتم بالقصه دي بالتحديد. يعني يا حسام طبعا يعني انا تواصلت مع البعض منهم اكيد بعد التكريم، يعني احاسيس مشاعر مختلطه طبعا من السعاده والفخر والاعتزاز بالوطن الغالي اللي بيكرمهم يعني من خلال سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، فده كان يعني شيء مهم جدا بالنسبه لهم. وبعد لحظات من وصولهم للقاهره بعد العوده من مقدونيا، فبالتالي كانت يعني رساله مهمه جدا 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 لمنتخبنا وللرياضه وللشباب بشكل عام، شريحه الشباب بشكل عام، انه قد ايه الاهتمام باي حد بيعمل انجاز في اي مجال. وده اللي قاله لهم النهارده سياده الرئيس، انه اي حد في مصر هيعمل انجاز الدوله هتقف وراه، وده وكمان تاكيده على اهتمام الدوله بكره اليد في الفتره القادمه، واي حد هيظهر ان هو يعني ممكن يعمل انجاز لمصر هيكون فيه اهتمام كبير جدا بيه. فده كان رساله مهمه للغايه في وجهه نظري، طبعا وبتعطي هؤلاء الشباب دفعه معنويه قويه لمواصله المسيره في البطولات القادمه باذن الله. خطه الاتحاد المصري لكره اليد للحفاظ على هؤلاء الشباب، بل بالعكس كمان، لا تطويرهم وتدعمهم بالشكل الافضل والاقوى عشان نوصل أو نفضل على هذا المستوى من الألقاب والإنجازات، هتكون إيه الخطة يا حسين؟
حاليا بيشارك في دورة الإفريقية المقاومة في المغرب، وقرر يعني بعد برونزية العالم، بعد حصولهم على برونزية العالم، قرر انه منتخب الشباب هو اللي هيشارك في هذه البطولة، يعني دورة الألعاب الإفريقية، علشان تغير احتكاك ليهم بديلا عن المنتخب الاول. طبعا مطعمين ب يعني عنصرين من المنتخب الاول، لكن القوام الاساسي من منتخب الشباب الحاصل على برونزيه العالم، فبالتالي دي خطوه مهمه علشان توفر الاحتكاك القوي للجيل ده، ومن خلال طبعا برضه عمل دمج ما بين منتخب الشباب والناشئين والعناصر الخبره المهمه في المنتخب الاول. الهدف الاساسي زي دايما ما بنقول انه تكوين منتخب قوي يكون قادر على تمثيل مصر في بطوله العالم 2021 اللي هتستضيفها مصر باذن الله. ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك حسام، شكرا جزيلا. كان معانا على الهاتف الاستاذ حسام زايد، الناقد الرياضي ومدير اداره الاعلام باتحاد كره اليد، واتكلمنا بتفاصيل كثيره مهمه جدا على استقبال بعثه اليد النهارده بعد هذا الانجاز العالمي والتاريخي، وكمان استقبال فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليهم، شيء مهم وشيء سعيد جدا. ان شاء الله باذن الله مصر دايما تكون في افراح في مختلف المجالات، كمان مش كرة القدم بس، واحنا واثقين في كده بشكل كبير جدا. عايزين نخش بقى في اخبار النادي الاهلي، بالتالي خلينا نروح نشوف اهم ما كتب عن النادي الاهلي في الصحف النهارده. يلا بينا. الشروق: الاهلي يعلن اسم المدير الفني الجديد عقب مواجهه اطلع بره، لجنه التخطيط تناقش 10 سير ذاتيه لمدربين اجانب، مفاوضات مع وكيل لاسارتي لتخفيض الشرط الجزائي ودعم كامل لمحمد يوسف. الوطن: معلول وجروس وفيريرا على مائده ترشيحات قياده الاهلي، النادي يحدد شروط اختيار المدير الفني الجديد، الخطيب يتحفظ على دياز، كواليس جديدة في قرار إقالة لاسارتي، ويوسف يعالج اللاعبين نفسيا قبل إطلع بره، والصفقات الجديدة تظهر في دوري أبطال إفريقيا. الدستور: الأهلي يدرس التعاقد مع ماميتش ويطالب بإنهاء أخطاء الحكام. المصري اليوم: الأهلي يفاضل بين ألماني وبرتغالي وفرنسي لخلافة لاسارت، الخطيب يرفض دياز، استمرار طارق سليمان وعبد الحفيظ وترشيح النحاس للمدرب العام. الوفد: الأهلي يعلن الحرب على جهاد جريشة، يوسف يقود الفريق امام اطلاع بره، ولاسارتي يحصل على الشرط الجزائي كاملا، مفاوضات مبدئيه لاقناع زوران، ودياز وجروس خارج الحسابات مؤقتا. المساء: نجوم الاهلي تعهدوا بالعوده للانتصارات، جلسه مصالحه مع يوسف لازاله اي خلافات، سبعه مدربين على رادار الاهلي، فيريرا وزوران وراموس وكيكي وجورجي ابرز المرشحين. الجمهوريه: الاهلي يبحث عن خواجه فوق العاده، ماميتش وكارلوس أبرز المرشحين، ودياز وجروس يبتعدان. الأهرام: يوسف يكشر عن أنيابه ويشهر سيف الانضباط في وجه لاعبي الأهلي. أوكي. اليوم السابع: الأهلي ينقب عن خليفة لاسارتي وسط 30 سيرة ذاتية، التحكيم صداع في رأس الأحمر، ويوسف يرفض المجازفة أمام إطلع بره. الأخبار المسائية: الأهلي يرفض التهور، فيريرا على رادار النادي، وأسهم دياز تتراجع، وترشيحات من إيطاليا وكرواتيا والبرازيل. خدتوا بالكم طبعا كمية الأسماء والجنسيات اللي بتتقال في مختلف الصحف، وإيه وتلاقي بعض بيقول إن مثلا فلان الفلاني قريب، والبعض الاخر يقول لك لا ده بعيد خالص خارج الحسابات. فده اللي هتشوفوه وهتعيشوه خلال الايام القليله المقبله، حتى اعلان النادي الاهلي عن اسم المدير الفني الجديد. لكن انا قبل ما اتكلم بتفاصيل كتير الملف، عايز اعلق على تصريحات مستر مارتين لاسارتي المدير الفني السابق للنادي الاهلي. النهارده بالتحديد كان ليه تصريحات في احدى الصحف الاوروجوايانيه اسمها بابلي مترو، زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه، التصريحات كانت مهمه. هو عنوان الخبر بيقول ايه؟
بيقول إن أنا لا أعرف السبب الحقيقي وراء إقالتي من الأهلي. تمام. اتكلم خلال تصريحاته كمان على إيه؟ إن الفريق فاز ببطولة الدوري وفي مباراة القمة أمام الزمالك، وإننا كمان حققنا الفوز في أولى مباريات دوري أبطال أفريقيا تحت قيادة مستر لاسارتي يعني بنتيجة 4-0. وكمان اتكلم على إننا خسرنا مباراة دور 16 في أمام بيراميدز بهدف دون رد، وكنا بنلعب كمان 10 لعيبة. بيقول بعض المبررات يعني، بيقول إن الأمر صعب شوية، الكل في مصر أو الأهلاوية بالتحديد دايما بيبقوا عايزين الأهلي يكسب كل الماتشات على غرار بوكا جونيورز وريبر بليت الأرجنتيين، وهذا الأمر صعب حدوثه للغاية أن يفوز فريق بشكل دائم. هو عنده تقريبا سوء فهم لبعض الأمور في الحقيقة بخصوص النادي الأهلي، هنوضحها له يعني. لا أعرف ماذا إذا كانت مواقع التواصل الاجتماعي تؤثر. أحضرنا رئيس النادي وأخبرنا بقرار الإقالة وكان علينا أن نقبل ذلك دون مهم. في الآخر بيقول، بيختم حديثه بيأكد أنه لم توجد أي مشاكل بينه وبين إدارة النادي الأهلي خلال فترة توليه المسؤولية الفنية، ودي جزئية مهمة في الحقيقة، لأن البعض في أوقات سابقة قال لك إن في مشاكل وبعض الاجتماعات خرج لاسارتي غاضبا وكلام من ده، يبقى هو الراجل نفسه حتى بعد ما مشي بيعترف إن ما كانش في أي مشاكل مع النادي الأهلي، لكن بالتحديد في حتة النادي الأهلي دايما عايز يكسب كل الماتشات والجماهير تبقى عايزة كلام من ده، هو ده طبيعي. هو سمة الفرق الكبيرة كده يا مستر لاسارتي، كل الاحترام والتقدير للراجل في الحقيقة يعني، الراجل النادي الأهلي دايما بيستغنى عن خدمات المدربين أو اللاعبين بشكل مميز واحترافي واحترامي جدا جدا جدا. لكن حتة بوكا جونيورز وريفال بليت وكلام من ده، إن الأهلي دايما عايز يكسب زيهم، هو ده طبيعي، بس على الأقل تقدير يا مستر لاسارتي، البعض من جمهور النادي الأهلي في الحقيقة كده كان مستني إن يكون في أداء كويس على الأقل، يعني يوم ما تخسر، لأن هو أنت وارد تخسر يعني، أنت مش هتقدر تكسب كل يوم، تكسب كل الماتشات، وارد تخسر، هي الكورة كده، الرياضة كده، لكن في نفس الوقت اديني مؤشرات إن أنا كويس، مؤشرات إن فرقتي بتأدي بشكل كويس. أنا عن نفسي بصراحة كنت متخيل إن بعد معسكر إسبانيا وبعد ما الماتشات القليلة اللي اتلعبت المقاولين والزمالك والثقة الكبيرة اللي رجعت، إن هيكون في تغيير في شكل لعب النادي الأهلي أو في الطريقة أو في الأداء، كل هذه الأمور يعني، لكن الواضح ان ما كانش في اي تغيير. والاهم ان النادي استنى لحد الوقت المناسب اللي ممكن يناقش فيه تغيير المدير الفني، وده حصل بعد خروج من كاس مصر وانتهاء موسم كامل خلاص، فكان ده الوقت المناسب اللي فكر فيه النادي الاهلي التخلي عن مستر لاسارتي. لكن يبقى او تبقى الجزئيه المهمه ان مستر لاسارتي تقريبا ما كانش عارف قيمه النادي الاهلي، لان هو واضح لحد هذه اللحظه فرحان ببطوله الدوري اللي متعود عليها جماهير النادي الاهلي. البطوله السنه دي كانت صعبه للغايه، الظروف كانت مختلفه، ويشكر طبعا ان هو ساهم في هذه البطوله بكل تاكيد يعني، لكن مش ده دايما بيبقى الهدف الاساسي، هو هدف من ضمن الاهداف، لكن الهدف الاساسي دايما انت ما حققتوش واخفقنا فيه بطريقه صعبه جدا في بطوله دوري ابطال افريقيا. لكن في العموم الأهم بالنسبة لي إن هو بيشكر النادي الأهلي في النهاية، وإن هو قال إن ما كانش في أي مشاكل ما بينه وما بين النادي الأهلي، ودي جزئية مهمة في الحقيقة، وبتدل على مدى الاحترام المتبادل ما بين أي طرفين بيكون فيهم طرف النادي الأهلي بشكل عام في كل حاجة، فدي جزئية مهمة جدا. لكن فيما يتعلق بقى بالمدير الفني الجديد، عايز أبتدي بالشروق. بتقول إيه الشروق؟ بتقول ان الاهلي يعلن اسم المدير الفني الجديد عقب مواجهه اطلع بره، وده وارد. تمام، ده وارد ان يتم الاعلان عن اسم المدير الفني الجديد بعد مباراه اطلع بره. امتى مباراه اطلع بره؟ هتكون يوم الجمعه الجايه ان شاء الله باذن الله. لجنه التخطيط تناقش 10 سير ذاتيه لمدربين اجانب ومفاوضات مع وكيل لاسارتي لتخفيض الشرط الجزائي ودعم كامل محمد يوسف. طيب، هو عنوان على 3 اجزاء. الجزء الاولاني ان ما اعتقدش ان هم 10 سير ذاتيه بس، يعني اعتقد ان في سير ذاتيه كتيره جدا ارسلت للنادي الاهلي من مختلف الوكلاء، من مختلف المدربين. النادي الاهلي ممكن كان يعينه مثلا على حد معين، بيفكر في حد معين من خلال الاجتماعات، لكن لا اقدر اكده لحضراتكم ان ما فيش اي جديد في حتى هذه اللحظه بخصوص ملف المدير الفني الاجنبي. وامبارح كان اول يوم، امبارح كان اول يوم للحديث بشان ملف المدير الفني الجديد. اول امبارح طب كانوا بيعملوا ايه؟ اول امبارح كانوا بيناقشوا خلاص قرار
اقاله لاسارتي ومين هيحل محله مؤقتا وهو كابتن محمد يوسف. الجزء الثاني من الخبر مفاوضات مع وكيل لاسارتي تخفيض الشرط الجزائي. هتسمعوا كلام كتير جدا عن الشرط الجزائي، ناس تضرب ارقام فوق وناس تضرب ارقام خفيفه شويه وارقام متوسطه، هتلاقي الموضوع مختلف، كل واحد بيقول استنتاجاته في موضوع الشرط الجزائي. لكن حتى هذه اللحظه مفيش اي حاجه رسمي خرجت من النادي الاهلي بخصوص قصه الشرط الجزائي مع مستر لاسارتي. وعلى فكره الموضوع انتهى خلاص، يعني النادي الاهلي حسم الامر، الشرط الجزائي اتدفع او الامر خلص يعني مجمل كله، مفيش ولا مفاوضات مع وكيل لاسارتي عشان تخفيض الشرط الجزائي. البنود واضحه والنادي الاهلي اكيد حتى لو كان في دماغه ان هو يعمل بعض المفاوضات او حاجه، دي كلها امور بتخص الاداره، يعني حاجه بتخص الاداره مش عايزين نتكلم فيها كتير. دعم كامل لمحمد يوسف، بكل تاكيد دعم كامل للكابتن محمد يوسف خلال الفتره اللي جايه حتى التعاقد مع مدير فني اجنبي جديد. عايز نروح بقى ايه للوطن، الوطن وبعديها نجيب الجمهوريه على طول لان العنوان مختلف يعني في ده وعكسه. اوكي، معلول وجروس وفريرا على مائده ترشيحات قياده الاهلي، تمام، من ضمن الاسماء او اكيد هتبقى اسماء مطروحه يعني. النادي يحدد شروط اختيار المدير الفني الجديد، الشروط معروفة جدا، شروط واضحة، وان الراجل يكون عنده نفس طموح النادي الاهلي ويكون ملم بكل ما يخص الكرة الافريقية، عنده خبرات مميزة، عنده سي في محترم عشان يقدر يتعامل بشكل جيد مع طموحات النادي الاهلي. الخطيب يتحفظ على دياز، برضو ده دي كلها استنتاجات. كواليس جديدة في قرار اقالة لاسارتي، مفيش اي كواليس ولا حاجة، الموضوع بسيط جدا، هو اتفاق وخلاص تم. يوسف يعالج اللاعبين نفسيا قبل اطلاع بره، ده ضروري وده حصل. والصفقات الجديدة تظهر في دوري ابطال افريقيا، وده وارد جدا ان يكون في متولي وقفشه وديانج يظهروا، قفشه ظهر في مباراه بيراميدز، لكن ممكن في بطوله دوري ابطال افريقيا بتحديد مباراه تطلع بره يعني نشوف بعض العناصر. لكن في الجمهوريه سريعا قبل ما اطلع الفاصل بيقولوا ايه بقى؟ الاهلي يبحث عن خواجه فوق العاده، ماميتش وكارلوس ابرز المرشحين، ده تمام، لكن هنا بيقول لك دياز وجروس يبتعدان، وفي الوطن بيقول لك جروس على مائده الترشيحات. يعني هتلاقوا زي ما قلت لحضراتكم وانا بقى يعني بديكوا دليل اهو، ان اخبار هتقول لك اسماء معينه واخبار هتنفي هذه الاسماء مختلف الجرايد، وفي الحقيقه كله بيجتهد وده حقهم بكل تاكيد يعني، وشغلتهم اكيد انهم بيحاولوا يجتهدوا عشان يوصلوا للمعلومه اللي يقدروا يدوها للقارئ. عندنا تفاصيل كتيره جدا هنتكلم فيها في بعض الاخبار كثرت عن النادي الاهلي في الصحف وكمان في المواقع، بس نروح لفاصل ونرجع سريعا. يلا سريعا يلا. طيب نكمل تعليق على الاخبار، نروح لجريده الدستور. جريده الدستور بتقول ايه؟ بتقول الاهلي يدرس التعاقد مع ماميتش ويطالب بانهاء اخطاء الحكام. موضوع ماميتش طبعا مدرب قوي ومميز جدا، هذا المدرب الكرواتي زوران ماميتش وارد ان هو يكون من ضمن المرشحين على طاوله النادي الاهلي لقياده الفريق خلال الفتره القادمه. يطالب بانهاء الحكام بقى، دي الازمه الايه اللي احنا هنفضل متابعينها كل يوم واللي اتكلمنا عليها خلال اليومين اللي فاتوا، لان النادي الاهلي عانى كتير جدا جدا من موضوع التحكيم ده، واكيد حضرتك عارف كده كويس جدا وشفت اخطاء التحكيم مع النادي الاهلي او ضد النادي الاهلي في بطوله الدوري وفي بطوله كاس مصر، وقد ايه هي كانت اخطاء مؤثره جدا جدا على مشوار الفريق في البطولتين. بطوله الدوري قدرنا ان احنا نحققها في النهايه، لكن بطوله الكاس خسرت البطوله بسبب اخطاء تحكيميه بخلاف الاخطاء الفنيه تاني، لكن الاخطاء التحكيميه كان ليها دور كبير جدا وواضح في هزيمه النادي الاهلي. فنتمنى ان يكون في تطوير في ملف الحكام بصراحه، نتمنى، لازم وضروري. نروح لفين؟ نروح للمصري اليوم، جنسيات جديده في هذا العنوان، الاهلي يفاضل بين الماني وبرتغالي وفرنسي لخلافه لاسارتي. الخطيب بيرفض دياز، برضو ده استنتاج، استمرار طارق سليمان وعبد الحفيظ وارد، ترشيح النحاس للمدرب العام وارد جدا. اللاعبون يتعهدوا او يتحفظوا على تولي، مفيش كلام ده يعني، ده جزء مبالغ فيه شويه يعني. طيب نروح للوفد، الاهلي يعلن الحرب على جهاد جريشه. يعني الموضوع مش حرب على جهاد جريشه بس، ومفيش حرب اصلا، الموضوع بيكمن في ايه؟ بيكمل ان النادي الاهلي بيتمنى ان يشوف مستوى جيد من الحكام، ولما الاهلي يشوف مستوى جيد للحكام
في مختلف الماتشات، مش ماتشات النادي الاهلي بس، الدنيا كلها هتبقى كويسه، هتلاقي مباريات كويسه، مش هتلاقي شكوى كتير من الحكام. والبعض ساعات بيشتكي من الحكام لمجرد الشكوى، لكن الواضح الواضح وبعد ما النادي الاهلي خاطب الاتحاد امبارح ولجنه الحكام وكلام من ده، الواضح ان خلاص فاضي كيل بعد كل هذه الاخطاء الواضحه جدا على مدار الموسم المنقضي بالكامل دوري وكاس، اخطاء واضحه ما بيختلفش عليها اثنين. الهدف من هذه الاخطاء هل هو مقصود ولا مش مقصود؟ وخصوصا خصوصا لما يكون الحكم الاضافي قدامه اللعبه حصلت مرتين مع النادي الاهلي في دوري وفي كاس. الاهلي بيطالب بحقه وهيفضل يطالب بحقه في هذه الجزئيه بالتحديد فيما يتعلق بالحكام وبدون التجاوز في شخص اي حد، لكن الكلام على امكانيات وفنيات دايما هو ده الاسلوب اللي بيتكلم بيه النادي الاهلي. فبرضه في النهايه الاهلي مش هيسيب حقه في هذه الجزئيه. يوسف يقود الفريق امام يطلع بره، ده خلاص معروف، ولا صارت يحصل على الشرط الجزائي كاملا. جزئيه الشرط الجزائي مش عارف شغل الناس كتير قوي، لكن في كل الاحوال كل حاجه تمت وخلصت يعني. مفاوضات مبدئيه لاقناع زوران. النادي الاهلي يا جماعه مش في حاجه ان هو يقنع حد. اي مدرب يتمنى ان هو يكون بيقود النادي الاهلي عادي يعني، اي مدرب لو جاله عرض من النادي الاهلي هيفكر فيه كويس جدا جدا يعني. وفي ناس ممكن ما تفكرش اصلا وتيجي على طول توافق، مجرد ما احنا عايزينك تبقى مدير فني النادي الاهلي هيجي، ما فيهاش يعني. فاسم كبير النادي الاهلي يعني، ما فيش محاوله لاقناع حد يعني، بالعكس على فكره ده في ناس هي اللي بتطلب ان هي تقود النادي الاهلي. بالمناسبه احط تحت الكلمه دي 100 خط. دياز وجروس خارج الحسابات مؤقتا، كل ده هيبان خلال الفتره اللي جايه. عايز اروح للمسا بقى. المسا بتقول ايه؟ ان نجوم الاهلي تعهدوا بالعوده للانتصارات، ده ان شاء الله امر طبيعي وحتمي جدا. جلسه مصالحه مع يوسف لازاله اي خلافات، مفيش خلافات ولا حاجه، وجلسه هي عباره عن جلسه او محاضره نفسيه شويه او كلام على خلاص ضروره تطوي الصفحه الماضيه والتركيز فيما هو قادم. ودي سمه من سمات النادي الاهلي المعروفه، 7 مدربين على رادار الاهلي، فيريرا وزوران وراموس وكيكي وجورجي وغيرهم وغيرهم وغيرهم، هتلاقي ناس كتير جدا بتتكلم فيهم. عايز اروح للاهرام، وده خبر مهم جدا. يوسف يكشر عن انيابه ويشهر سيف الانضباط في وجه لاعبي الاهلي. هو من امتى لاعبي الاهلي ما كانوش منضبطين؟ مش عارف يعني، امتى لعيبه النادي الاهلي كان موضوع الالتزام ده مش موجود عندهم او الانضباط مش موجود عندهم، سواء انضباط اخلاقي او تكتيكي او يعني. دايما لعيبه النادي الاهلي مشهور عنهم ان هم لعيبه محترفه، فدايما عناوين الاثاره دي النسبيه في الحقيقه يعني يشهر سيف الانضباط مبالغ فيها شويه بصراحه، شويتين كمان يعني. لعيبه النادي الاهلي اي حاجه بتحصل او مهما حصل ما بيفوجوش على النص خالص، كل واحد عارف دوره وواجباته كويس جدا من اللاعبين يعني ومن الجهاز الفني كل الكلام من ده. فيوسف يكشر عن موضوع مبالغ فيه شويه، ومعروف دايما لعيبه النادي الاهلي الانضباط دائما يعني. طيب اليوم السابع، الاهلي ينقب عن خليفه لاسارتي وسط 30 سيره ذاتيه، التحكيم صداع في راس الاحمر، ويوسف يرفض المجازفه امام اطلع بره. ما اعتقدش ان كابتن يوسف يرفض المجازفه في ماتش اطلع بره يعني، ماتش طبعا مش عايز اقول ان هو سهل، لكن الماتش انت كاسب بيعتبر بره ارضك 4-0، فالموضوع شبه محسوم. وبعدين المجازفه يعني ايه المجازفه؟ هيحصل ايه يعني؟ هنلعب قليلين مثلا وهنلعب زياده لاعب؟ الموضوع يعني ما اعتقدش يعني ان في اي نوع من انواع المجازفه. انت حتى لو لعبت الصفقات الجديده دي مش مجازفه، بالعكس انت ممكن تكون بتجربهم، مش بتجربهم طبعا، انت عارف امكانياتهم كويس جدا، بس بتدخلهم مع الفريق واحده واحده يعني، فمفيش مجازفه ولا حاجه ان شاء الله. الاخبار المسائي، الاهلي يرفض التهور، فيريرا على رادار النادي، واسهم دياز تتراجع، ترشيحات من ايطاليا وكرواتيا والبرازيل دول اخرى كمان. الكلام هيفضل مستمر زي ما قلت لحضراتكم خلال الايام القليله القادمه، وان شاء الله النادي الاهلي يعلن عن المدير الفني الجديد اللي يكون انسب لقياده القلعه الحمراء خلال الفتره اللي جايه باذن الله. اروح لاخبار النادي الاهلي في المواقع، يلا. 1-3 الخطيب يكثف اجتماعاته بلجنه التخطيط لحسم ملف المدرب الجديد للاهلي. كوره، الاهلي يحدد راتب المدرب الجديد. سوبر كوره، لجنه التخطيط تناقش ملف المعاونين بجهاز الاهلي. اليوم السابع، اليوم الاجتماع الامني لمباراه الاهلي واطلع بره بدوري الابطال. الفجر الرياضي، محمد يوسف يعقد محاضره
الفنيه مع لاعبي الاهلي. مبتدا تغييرات جديده على تشكيل الاهلي امام اطلع بره. الوطن سبورت علي معلول يطير الى تونس بعد من كاس مصر. الموقع الرسمي للنادي الاهلي، الاهلي ينهي اجراءات التعاقد مع ايهاب امين. الشروق ايهاب امين فخور بارتداء قميص سله الاهلي وسنقاتل لاسعاد الجماهير بالبطولات. ونسلم في ايه بتقول ان الخطيب يكثف اجتماعاته بلجنه التخطيط لحسم ملف المدرب الجديد للاهلي، وده فعلا حقيقي يعني في جلسات واجتماعات مستمره خلال الفتره الحاليه لحد ان شاء الله ما يتم حسم اسم المدير الفني الجديد. وكابتن محمود الخطيب دايما بيدعو لهذه الاجتماعات مع لجنه التخطيط للكره في النادي الاهلي وتضم كل من دكتور طه اسماعيل وعضويه الكابتن زكريا ناصف والكابتن خالد بيبو. نروح لكوره. الأهلي يحدد راتب المدرب الجديد غير صحيح بالمرة. هذا الخبر ما فيش تحديد لمرتب ولا حاجة، يعني معنى كده أن السقف مفتوح؟ لا ما بقولش كده، بس في نفس الوقت النادي الأهلي ما بيحطش شروط مادية كأولوية في التعاقد مع مدير فني خالص. النادي الأهلي لو شاف مدير فني وده الأنسب جدا لو جالي شوية الأهلي ما بيدخلش عادي، لكن موضوع تحديد الراتب ده لا مش حقيقي خالص. نروح لسوبر كوره. لجنه التخطيط تناقش ملف المعاونين بجهاز الاهلي. طبعا هيبقى في جهاز جديد فبالتالي هيكون في المعاونين سواء الموجودين حاليا او مختلفين عنهم. الموضوع ده هيبان لما يجي وقته. نروح لليوم السابع اللي بتتكلم عن مباراه الاهلي واطلع بره. بتقول ان الاجتماع الامني لمباراه الاهلي واطلع بره بدوري الابطال النهارده، وده الاجتماع اللي بيتم التنسيق فيه عدد الجماهير وكل هذه الامور يعني، والمباراه والتنظيم ليها هيكون عامل ازاي، لان المباراه طبعا تنظيم النادي الاهلي لان هي مباراته. الفجر الرياضي محمد يوسف يعقد محاضره فنيه مع لاعبي الاهلي، وده في اطار المحاضرات الفنيه اللي هتكون خلال الفتره دي استعدادا لمباراه اطلع بره، والاستعداد ليها اكيد قوي جدا وبدون اي تهاون او تساهل اطلاقا. مبتدا تغييرات جديدة على تشكيل الأهلي أمام اطلع بره، ده وارد جدا، وارد جدا يكون في تغييرات خصوصا إن المدير الفني ماشي، فجه كابتن محمد يوسف ممكن يكون عايز يطبق فكر معين أو تشكيل معين، هنشوف الكلام ده إن شاء الله يوم الجمعة بإذن الله. الوطن سبورت بتتكلم على علي معلول إن هو خلاص سافر لتونس بعد خروج من كأس مصر، وده بالتحديد الاطمئنان على ابنه يعني اللي كان عيان خلال الفترة أو مريض خلال الفترة اللي فاتت. الموقع الرسمي للنادي الاهلي، الاهلي ينهي اجراءات التعاقد مع ايهاب امين، لاعب مميز جدا 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 في كره السله، النادي الاهلي تعاقد معاه بعد منافسه قويه جدا مع بعض الانديه اللي كانت بترغب في الحصول عليه من نادي سبورتنج، فضبط يمكن طولت شويه لكن في النهايه النادي الاهلي قدر ان هو يحصل على لعيب مميز جدا زي ايهاب امين. في المقابل من جريده الشروق ايهاب امين بيقول ايه؟ بيقول ان هو فخور بارتداء قميص سلة الأهلي وسنقاتل إسعاد الجماهير بالبطولات. طبعا يبقى في فخر دايما لأي لاعب في أي لعبة داخل القلعة الحمراء. عايزين نقرب للصورة بشكل أكبر فيما يتعلق بالفريق الأول لكرة القدم من النادي الأهلي، ونعرف آخر الأخبار بخصوص تدريب اليوم استعدادا لمواجهة اطلع بره. عشان كده خلينا نروح نستقبل على الهاتف زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي. يا فاروق مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا امير وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك يا فاروق، طمنا الاخبار ايه عندك بخصوص تدريبات الفريق؟ خلينا في البدايه نحط عنوان لتمرين النادي الاهلي النهارده، حاله من الهدوء، حاله من التركيز من جانب لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني من اجل المباراه القادمه، مباراه فريق بتاع بره السوداني، تولي الكابتن محمد يوسف القياده الفنيه خلفا لمستر مارتن لاسارتي. التمرين بدا النهارده الساعه 3 مساء لمده 5 دقائق، كان في محاضره من جانب الكابتن محمد يوسف والكابتن طلعت عبد الحفيظ في منطقه وسط الملعب من اجل يعني ان بحفز اللاعبين للمرحله القادمه واهميه اللقاء، يعني على الرغم من سهوله اللقاء الذهاب والفوز ب4 اهداف. كان يعني الكلام من الكابتن محمد يوسف للاعبين
أهمية اللقاء وتجاوز مرحلة المباراة في البرامج الأخيرة في المباراة القادمة بمشيئة الله. بالنسبة للعيدة العيدة المنتخبة يا أمير، النهاردة شريف عصامي كان بيأدي مران تأهيلي حول الملعب، رامي ربيع وصالح جمعة أدوا مران خفيف في الجري حول الملعب. النهارده غاب عن المران طبعا بعد الحصول على اذن السفر علي معجون. غاب عن المران النهارده. محمد محمود وسعد سمير بيأدوا المران تأهيلي ايضا، الجزء التأهيلي حول الملعب. المران ابتدى بشق يعني احماء، فتره احماء لمده 10 دقائق بدون الكره ثم بالكره. بعد كده كان في شق بدني للاعبين ككل مع حسين عبد الكريم محافظ الاحلال، ثم قسم الكابتن محمد يوسف الفرقتين للفرقه المجموعتين مجموعه مع الكابتن محمد يوسف، يعني فيها الشق الهجومي اكثر، وفي مجموعه مع الكابتن سامي قمصان. يعني خليني انا بكلمك في الاثناء دي يا امير، يعني المران قدامنا في حاله من الجاهزيه لمحمود متولي، شايف عمار حمزه بيقدم مران كويس جدا، محمود متولي عايز يقول ان هو نفسه في المران المدرسه دي، احمد فتحي حاله امتثال على احمد فتحي، كل اللاعبين ان شاء الله تبقى امير المباراه القادمه مباراه، يعني ان شاء الله النادي الاهلي قادر ان هو يفوز ويصعد لدور ال 32 ان شاء الله، تكون بدايه من المرحله القادمه ان شاء الله يا امير. حاله اللاعبين الفنيه في ارض الملعب قدامك شايفها ازاي دلوقتي يا فاروق، ومين بيتالق في التدريبات النهارده؟ يعني خليني اقول لك ان البركان انا شايف حاله تالق من شايف من مين؟ عمار حمدي. عمار حمدي عمار حمدي ادي مران اكثر من رائع، حمدي فتحي، احمد فتحي، محمد هاني، المجموعه اللي هي قدامنا، ايضا المجموعه الثانيه اللي مع الكابتن ثاني قمصان، شايف اليو ديانج ايضا هي جونيور اجايين، هي المجموعه اللي مع الكابتن ثاني قمصان، يعني كمان حاله من الهدوء والتركيز، التركيز الشديد من اللاعبين، شايف اللاعبين ونظره مرحله جديده او بصه للمستقبل، واصرار عند اللاعبين لتجاوز المرحله الاخيره والمرحله اللي فاتت، والاستعداد اكثر بجديه اكثر للمرحله القادمه. في بعض الاحاديث اللي هي الجانبيه اللي خليني اقول لك عليها، كابتن محمد يوسف في حديثه مع صلاح محسن، يعني العامل النفسي اللي بيحاول يلعب عليه الكابتن محمد يوسف ده مهم جدا. والكابتن احنا على علم وكلنا على علم ان الكابتن محمد يوسف بيزيد هذا الامر، العامل النفسي مع اللاعبين، ان انا جاهز اللاعبين، خاصه ان صلاح محسن خلال المرحله اللي جايه واحد من العناصر الاساسيه ان شاء الله في فريق النادي الاهلي، وقيمه صلاح محسن كواحد من المهاجمين اللي جماهير النادي الاهلي بتنادي بيهم، وان هو يكون ان شاء الله اضافه مع المهاجمين الموجودين وريد افارو او مروان محسن، احاديث جانبيه بتكون ما بين الكابتن محمد يوسف، يعني زي ما انا بكلمك في هذه الاثناء اتكلم مع محمد مجدي قفشه ولي احمد فتحي وحديثه مع محمود متولي، انا بحاول انقل لك الصوره وان احنا نتعايش مع الامر خلال الحلقه الاهلي في هذه الاثناء، في احاديث جانبيه ما بين اللاعبين دلوقتي، في يعني كده تكون مرحله التقاط انفاس ما بين اللاعبين، احاديث ما بين محمد مجدي قفشه مع عمر حمدي، حسين الشحات ايضا، وحديث مع الكابتن محمد يوسف يديله بعض التعليمات، يعني امير انا بحاول ان احنا نعيش شويه في الجو يعني الواضح ان الاهتمام الاهتمام بشكل كبير جدا من الكابتن محمد يوسف ببعض العناصر ان شاء الله ممكن نشوفها خلال الفتره اللي جايه، واللي قد كانت ما كانتش ان هي بتشارك في المباريات خلال الفتره اللي فاتت، اكيد اهتمام بكل لاعبي النادي الاهلي عشان المرحله القادمه مرحله مهمه جدا. بشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي، وقال لنا كل التفاصيل اللي بتتعلق بمران الفريق النهارده في استاد مختار التتش. واسنادا لمباراه اطلع بره سريعا، عايز اروح لاهم العناوين في اخبار المحليه والعالميه، وبعد كده نروح لفاصل نروح للعناوين الاول، يلا بينا. سوبر كورة، وفد فيفا يزور اتحاد الكورة للتنسيق مع ثروة سويلم في تسيير أعمال الجبلية. الوطن سبورت، اتحاد الكورة يطالب الأندية بتحديد ملاعبها قبل الإعلان عن قرعة الدوري. الفجر الرياضي،
سقطة جديدة للجبلية تهدد تصنيف منتخب مصر. يلا كورة. مصدر اتحاد اتجاه لاستغلال فترة التوقف الدولي لصالح المنتخب الأولمبي. فيتو شوقي غريب المنتخب الأولمبي يواجه منتخبات أسيوية في معسكر سبتمبر. مبتدا سمير عثمان يجتمع اليوم بالحكام الدوليين للاستعداد للموسم الجديد. يا مساهم اليوم السابع سمير عثمان يعلن التشكيلة الجديد للجنة الحكام أول سبتمبر. ماشي. بوابة أخبار اليوم وسط استقبال حافل أبطال اليد يصلون إلى القاهرة. بوابة الأهرام اتحاد اليد يوجه الشكر لنظيره النيجيري بعد دعم منتخب مصر في مونديال مقدونيا. بوابة الوفد مسلحي الثقافة الرياضية لها تأثير قوي في المجتمع والدليل محمد صلاح. الكابتن كلوب يلمح لإراحة صلاح ويعلق على انتقال كوتينيو إلى بايرن ميونخ. بطولات كريم حافظ أفتقد تريزيجيه وهذا هدفي مع قاسم باشا في الموسم الحالي. كورة مانشستر يونايتد يصدر بيانا بشأن بوجبا. سبورت 360 برشلونة يقدم 160 مليون لنيمار والدفع في عام 2020. أس عربي السيدة العجوز يواصل إغراء النجوم. يوفنتوس يطارد لويس سواريز. أخبار محلية وأخبار عالمية كتير هنتكلم فيها بتفاصيل أكتر وأكتر بعد ما نروح للفاصل عشان نستقبل ضيفنا العزيز النهاردة الناقد الرياضي بموقع أس الأسبانية أستاذ إيهاب الجنيدي وحديث هيكون مفصل في مختلف الملفات. استنونا بعد الفاصل. أستاذ إيهاب الجنيدي الناقد الرياضي بموقع أس الأسبانية. أستاذ إيهاب عامل إيه؟ الحمد لله تمام. نورنا. نورك يا أمير وتحياتي ليك ولقناة النادي الأهلي وكل أعضاء وجماهير النادي الأهلي. تأخرت في الطريق ولا إيه؟ زحمة. الحمد لله مصر. أحسن بلد في الدنيا مصر. الحمد لله. طيب عايزين نتكلم في حاجات كتير جدا، عايز أبتدي بمنتخب اليد والإنجاز الكبير ده بتشوفه إزاي وكمان استقبال الشعبي النهارده والجماهير اللي راحت المطار عشان تستقبلهم واستقبال الأهم وكمان والجيد جدا من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده. طبعا الانجاز الاعظم للكره المصريه لكره اليد المصريه او للرياضه المصريه بوجه عام في في السنه دي انجاز مشرف انجاز غير مسبوق. عوضوا بيه كتير الاخفاق القروي لمنتخب مصر والمنتخبات القرويه المصريه في مختلف الاعمار السنيه في الفتره اللي فاتت يعني اللي احنا عايزين نقوله فيه اخفاق. نجاح رائع ومحترم لاتحاد كره اليد المصري في مقابل يعني انا شايف ان فرحه الجماهير الكبيره دي واللي احنا شفناها النهارده والاحتفالات الكبيره من الجماهير وتوافدها على مطار القاهره الدولي لاستقبال البعثه يعكس حاله الفرح الكبيره اللي عند الجماهير واللي شعرت بيه بعد الانجاز الكبير اللي حققه لعيبه اليد الناشئه ومصر اليد اللي هم بينبؤوا باذن الله بمستقبل مشرق يعيد للكره المصريه ايام الامجاد بقى ايام كابتن جوهر نبيل وفريقه الجميل المنتخب الجميل ده. وطبعا تقدير الرئيس السيسي للفريق بيعكس اهتمام الدوله كلها بشكل عام بالرياضه والاهتمام الكبير حتى الرد السريع من الوزير اشرف صبحي على موضوع المكافئات ليهم ده بيعكس طبعا اهتمام الدوله وتقديرها الكامل للانجاز العظيم اللي اتحقق لكره اليد المصريه. على طول الراجل استجابه سريعه اول ما عرف 1500 جنيه والكلام الفاضي اللي اتقال ده مكافاه طلع على طول راجل وادلى بالتصريح وقال ان هياخدوا تقريبا حوالي 112000 ده النهارده كمان موضوع وصل ل 150000 جنيه لكل لاعب بالظبط. شيء جيد طبعا. طبعا شيء رائع يعني واللعيبه ديت يعني يستحق يعني فرحونا بصراحه. هم الصوره هم اللي خدوا الصوره في الوقت ده وهم اللي استحقوا كافه الثناء والانجازات غير نجوم تانية خدوا الضوء الاعلامي وخدوا الهاله الاعلاميه وخدوا الشو وخيبوا امل المصريين فيهم للاسف. ده شيء في الحقيقه مهم ومميز جدا ونسونا شويه الاخفاق
الخاص بكرة القدم في بطولة الأمم الأفريقية على مصر، لكن أكيد برضو مش هننسى الأسباب اللي أدت لهذا الإخفاق اللي إن شاء الله هيتم تفاديها خلال الفترة اللي جاية عشان نشوف الكرة المصرية في تقدم دائما. بالتالي عايز أروح معاك لبعض الأخبار المحلية الأول، وهنتكلم كمان عالميا، لكن عايز أبتدي بسوبر كورة. بتقول ان وفد فيفا يزور اتحاد الكره للتنسيق مع ثروه سويلم في تسيير اعمال الجباليه. بتشوف دور وفد الفيفا وقرار صدور او القرار اللي هيصدر خلال الفتره اللي جايه بخصوص لجنه مؤقته الاتحاد الكره، بتشوف القرار ده ازاي ومدى اهميته في التوقيت. زياره مهمه جدا في الوقت ده لوضع النقاط على الحروف بخصوص اللجنه اللي هتدير الكره المصريه الفتره المقبله، واللي تم الاعلان عنها في الساعات الماضيه عمرو الجنايني رئيس، وبتضم طبعا الكابتن محمد فضل بعد نجاحه الرائع والمبهر في بطولة الأمم الأفريقية اللي كان يعني كان شخصية رائعة حقيقة لمصر كلها ولقى إشادة الجميع، مع المهندس ماجد نجاتي اللي ما عرفوش طبعا كان راجل في عمل شغل جيد جدا في قطاع البترول مع أندية إنبي والتولى كان بيتولى مسؤوليتها، وجمال محمد علي وأحمد عبد الله وصحراء عبد الحق بالظبط. لجنة بس جمال محمد علي اعتذر بالظبط، وحسام غالي كان مرشح واعتذر. حسام غالي اعتذر من البدايه، الراجل خد كارير تاني ومستمر فيه دلوقتي مع النادي الجونه، عارف اهدافه ايه، بيعجبني فيه كده بصراحه، هو عارف عايز ايه، محقق نجاح الحقيقه يعني. والفرقه احنا شفنا فرقه رائعه الموسم اللي فات، واللي عاملينه الموسم الجديد ينبئ برضو ان الفرقه هتكون كويسه. كابتن حسام غالي مركز مع الجونه وبالتوفيق ان شاء ممكن الله. ممكن الملف ده يتحسم خلال قد ايه موضوع الاعلان عن اللجنه المؤقته اللي هتدير اتحاد الكره؟ خلال مقوله ده ما فيهوش كلام، هي الفيفا هتحسم الموضوع مع اللي هو العميد ثروت سويلم ويخلصوا الموضوع، استقرار على الاسماء لحين اجراء الانتخابات. طبعا هي احنا عارفين ان دي لجنه مؤقته لحين اجراء الانتخابات، لان الكره المصريه مقبله على تحديات مهمه وتصفيات امم افريقيا وتصفيات كاس عالم، فلا لازم يبقى قدام الفيفا في كيان شرعي بيدير الموضوع بعد استقاله المهندس هاني ابو ريده وكل اعضاء مجلسه عقب الاخفاق الافريقي يعني في كاس الامم الافريقيه. بعد حسم الموقف بخصوص هذه اللجنه هيتم الاعلان مباشره على المدير الفني اكيد صح؟ منتخب مصر لو ده هيكون اول اهداف اللجنه، يعني اول دور ليها هيكون الاعلان مباشره عن اسم المدير الفني. احنا عارفين ان شهر سبتمبر جاي في فتره توقف دولي للمنتخبات في ما بين التصفيات، ده احتمال احنا ما نلعبش ماتشات، احنا مش هنلعب بالظبط، دي مشكله في التصنيف برضو تنعكس عليك في التصنيف، ولكن مش هتبقى مؤثره قوي يعني بالشكل الكبير اللي احنا متصورينه. اهم حاجه ان بس اول ما اللجنه تتعين هيتشاف مين المدير الفني اللي جاي، اللي طبعا بنسبه كبيره جدا خلاص يعني مدرب وطني او مدرب محلي، بنسبه كبيره من الاسماء المطروحه بقى يستقروا عليها، مين اللي هيستقروا عليه؟ حسام بدري. انا لسه اقول لك ان تقريبا دائره الاختيارات بقت بتضيق حاليا في اسمين تقريبا او حاجه. أقربهم حسام البدري. بين الكابتن حسام البدري، ويعني في اتجاه داخل اتحاد الكرة الموجود أو اللي بيديروه حاليا إن الكابتن ربيع ياسين يكمل مع منتخبه، يعني كان الكابتن ربيع طبعا مطروح كأحد الأفكار، بس أنا شايف إن الأقرب داخل أروقة اتحاد الكرة إن هو الكابتن ربيع يكمل مع منتخبه، خاصة إنه بينتظره منافسات مهمة جدا للترشح للأولمبياد، فمركزين مع خصوصا المهم بقى كده. واضح من خلال بعد إنجاز كرة اليد، الواضح إن الاهتمام بالناشئين والشباب أصبح شيء لا غنى عنه في الحقيقة، طالما أنت عايز تشوف منتخب أول قوي فلازم تخلي الكابتن ربيع ياسين يستمر، ولازم تشوف طبعا كابتن شوقي غريب يشوف كل طلباته تتنفذ، ولازم تجيب مدير فني جديد يعني زي ما قلنا الأقرب كابتن حسام بدري، لازم برضه طلباته تتنفذ عشان نشوف منتخب مصري قوي جدا جدا. بداية إصلاح حال الكرة المصرية بإصلاح حال قطاع الناشئين. كويس. قطاع إصلاح الأندية، حتى الأندية وإحنا قلناها كتير، إصلاح الأندية من جوه وبناء أندية قوية، دايما الأندية لما بتطلع ناشئين صح بيبقى نادي قوي بدل ما اعتماد على الشراء والكلام ده، لازم نهتم بالناشئين الفترة الجاية. منتخب مصر لازم يبقى واضح، احنا شايفين المنتخبات الأفريقية تقدمت جدا جدا كلها في بطولة أفريقيا الأخيرة اللي شفنا أسماء أبهرتنا ما كناش نعرفها في المنتخب الملغاشي مدغشقر ومنتخبات تانية كتير، الأسماء اللي فيها النجوم دي احنا بنعرف إنها بتلعب في الفرقة دي، نكتشف فجأة إنهم يعني كلهم محترفين وما لعبش. أما نبدأ عليه الأساسيات بتاعته أو اللاعب ده كان بيلعب فين، بنلاقي إن هو ما كانش بيلعب في أي فرقة محلية في بلاده. هو ناشئ على طول في أكاديمية بتاعت النادي الفلاني في مالي، أكاديمية أرسنال في نيجيريا، أكاديمية مش عارف نادي إيه، بايرن ميونخ فين، في دولة أفريقية، يا دوب بيخشها وبيطلع على عالم الاحتراف بره.
اهتمام بالناشئين. لازم الفتره الجايه نبقى نشوف تجربه محمد صلاح دي. ما يبقاش احنا يعني كل الدول الافريقيه عندها كذا لاعب بتتكلم عليه بالظبط. احنا بنتكلم عن محمد صلاح كل شويه محمد صلاح وامل منتخب مصر محمد صلاح. مع احترامي الكامل لمحمد صلاح، بس لازم يبقى في عندنا 10 محمد صلاح، في 11 محمد صلاح في الملعب بيلعبوا. فده مش هيتحقق الا من الاهتمام بالناشئين، توسيع قاعده الاختيار، الاهتمام بالانديه الشعبيه، الاهتمام بالصعيد والمحافظات والنزول، ونشوف ونبص على اللعيبه ونبدا نختار ونبدا تختلف الصوره كليا في الفتره المقبله. طيب خلينا نقول خبر مهم جدا بخصوص المدير الفني الجديد للنادي الاهلي، خبر خاص بلجنه التخطيط للكره ان هي بتدرس السيره الذاتيه للمدربين المرشحين للنادي الاهلي. في بعض التفاصيل في هذا الخبر، اوصلت لجنه الكره او لجنه التخطيط للكره برئاسه الدكتور طه اسماعيل اجتماعاتها ظهر اليوم لبحث اختيار المدير الفني الجديد للاهلي الذي سيتولى مقاليد الامور خلال الفتره المقبله. وقامت اللجنه باستعراض السيره الذاتيه لاكثر من 30 مديرا فنيا اجنبيا من مدارس كرويه مختلفه على مستوى العالم، وبدات في اختيار الخمسه الافضل. ده مهم قوي، بدات في اختيار الخمسه الأفضل وفقا للمعايير التي وضعتها بما يتماشى مع في الأهلي وطموحات جماهيره المحلية والقارية. ومن المنتظر أن تقوم لجنة التخطيط للكرة التي ما تزال في حالة انعقاد مستمر بمناقشة بعض السير الذاتية الأخرى في اجتماعاتها المقبلة حتى تتمكن من توفير بدائل متميزة قبل الاجتماع المقرر انعقاده مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي لعرض ملف من وقع عليهم الاختيار من المدربين الفنيين المرشحين قبل بدء التفاوض معهم. خبر مهم برضو، ونادي الأهلي بيتواصل مع الناس بيقول لهم آخر الجديد بخصوص المدير الفني، وده ملف هيكون مهم جدا بكل تأكيد خلال الفترة الجاية. بالضبط، الملف الأهم على ساحة النادي الأهلي حاليا لا صوت يعلى على صوت اختيار المدرب الجديد. لفت انتباهي في الخبر شيء مهم جدا، كلمة أجنبيا بين 30 سيرة، وده يغلق الباب تماما أمام يعني سورة. أنا عايز أقول الهري والكلام الفاضي اللي عمال يتردد في الصحف ده، فلان أسماء معينة محلية مرشح وفلان مرشح، لن يدرب الأهلي خلال الفترة المقبلة مدرب محلي. هو مدرب أجنبي، دي قاعدة. المدرب القادم للنادي الأهلي مدرب أجنبي، الاختيار صعب. الناس صعب طبعا، ناس متوقفة وكله يقول لك الأهلي ما أعلنش الموضوع سهل، لا الموضوع صعب. الأهلي جرب في الفترة اللي فاتت مدارس كتير زي ما شفنا، ما كانش بيحصل أبدا في النادي. ليه؟ جرب كارترون، فكل مدرب يعني برضو صادفوا ظروف معينة، جاريدو، كارتينول، مارتينيول، على مدار المجلس ده والمجلس اللي قبله وأخيرا لاسارتي. التجربة أثبتت أن الاختيار في الفترة المقبلة يجب أن يكون اختيار دقيق، اختيار بعمق، اختيار في بحث للمرحلة المقبلة. النادي الأهلي عايز ايه وانا عايز ايه منك، زي ما بتعاقد مع اي مدير فني اجنبي في العالم كله، عقده لكاس العالم مثلا في فرنسا يقول له كاس العالم كذا، عقدي اليورو 2020 هتعمل لي كذا. فلازم يبقى في اهداف، في ده كله حطاه لجنه تخطيط لكره النادي الاهلي برئاسه الكابتن طه اسماعيل وباشراف الكامل للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، متابعين الملف. الاسماء كتير جدا، عايز اقول لك ان فيها يعني من واقع الواحد عرفه في النادي، في المدرسه الالمانيه في منها اسماء كتير متواجده في ال 30 اسم، كان طبعا. متواجد، كان في متواجد المدرسه البرتغاليه، كان في متواجد مدربين هولنديين، كان في متواجد مدربين فرنسيين في الموضوع، درست كل لجنه كرواتيا، وفي مدرب صربي موجود فيهم، ودي فيهم اعتقد اثنين كروات يعني. برضو الواحد قريب يعني من الملف يعني، طبيعي ان كذا سي في بيتم طرحه بالظبط يعني، تشوف انت تختار مين يعني. هو الواضح ان الاهلي الشيء هيستقر الجميل على خمس حاليا أسماء، ان هم ان لجنه التخطيط استقرت على خمس اسماء هم الافضل في المجموعه دي، وخلال انا متوقع باذن الله خلال الايام لسه ما استقرتش بشكل نهائي على خمسه، هي بتقول ان هي هتستقر على خمس اسماء ويتم عرض السيفيهات بتاعتهم على الكابتن محمود الخطيب، والتشاور هيبقى مع لجنه التخطيط بخصوص الانسب فيهم ان شاء الله. برضو اعتقد ان ده هيكون بسرعه، اكيد ان شاء الله ده متاخر، ما بقول لك مش هيتاخر الموضوع ده كتير يعني. باذن الله الاسبوع الجاي ممكن هنعرف المدير الفني الجديد للنادي الاهلي، هيكون معلن لوسائل الاعلام ومعروف لعشاء الاهلي ولجماهير النادي الاهلي. كويس. طيب ازمه التحكيم بتشوفها ازاي؟ ازمه التحكيم هتكون ملف مهم جدا قدام برضو اللجنه قادمة لإدارة الكرة المصرية لا يتم اختيارها، لازم البحث عن حلول الملف ده. هل تأثر النادي الأهلي بالتحكيم من وجهة نظرك؟ طبعا
طبعا. طب الحل ايه؟ المباراه الاخيره خير دليل. مالهاش علاقه ان انا مع احترامي برضو طبعا للجماهير، مالهاش علاقه ان انا في قناه النادي الاهلي او ان انا كذا، هي امور واضحه. انا راجل ناقد رياضي وشايف اللي بيحصل قدامي بالزبط. في اخطاء واضحه الجميع يتكلم عنها يعني على مختلف انتماءاتهم كويس، وعانوا من التحكيم، وبرضو التحكيم زي ما النادي الاهلي عانى، انا في انديه ثانيه عانت من التحكيم على مختلف الالوان، وعانوا دي حقيقة، دي حقيقة. وعانوا من الحكم جهاد جريشه الذي لم يكن موفقا تماما في، مش هقول في المباراه دي، هو مش في الموسم بالكامل. هل هو مش موفق ولا هي دي امكانياته؟ مع احترامنا الشديد لشخصه من وجهه نظره، انا مش عايز اقول هي دي امكانياته، لانه حكم تم اختياره لاكثر من محفل دولي مهم، فصعب يعني مش اختياراتنا احنا بس، احنا بنرشح قائمه دوليه كامله، انما الاختيار بالنسبه للفيفا والاختيار بالنسبه للكاف بيبقى هم اللي بيختاروا بالظبط، مش احنا اللي بنختار. فاكيد تمام. اختياره لاكثر من محفل دولي واكثر من مسابقه في الفتره اللي فاتت ده يدل ان هو مدرب حكم امكانياته جيده، ولكن ماذا بس على ارض الواقع احنا ما بنشوفش هذه الامكانيات الجيده. ايه اللي حصل يعني؟ ايه اللي حصل الفتره اللي فاتت دي كلها في كل المباريات اللي ديرها انت عملت هذا جيشه كارثه في نهائي أفريقيا. دوري ابطال افريقيا وعملت احتقان وغضب بين الجماهير المغربيه، جماهير الوداد وعشاء الوداد، وهاجموك بشده، وبعدين حصل تحركات مصريه مش عايزين نتكلم فيها لرفع الايقاف عنك. كان في مسانده يعني ليه في الحقيقه، ومسانده عالميه كمان. طبعا مسانده رفع الايقاف عنك، وتم رفع الايقاف عنك، وبعد ذلك جاءت مباراه الاهلي. كل بص كل البشر خطاون، دي ما فيهاش كلام، وكل كان كل حكم ليه اخطائه، ولكن ليست بهذه الصوره. احنا شفنا نهائي اليوروبا السوبر الاوروبي بين ليفربول وتشيلسي، الحكمة أدارت مباراة يعني إبداع، كله بيبص عمال بيستشهد بالحكمة، يا ريت الحكمة دي تحكم الماتشات كله. يبقى لازم لجنة اتحاد الكورة مع لجنة الحكام كابتن سمير عثمان الفترة الجاية بإذن الله لازم يبقى في تركيز أكتر على الحكام، لازم يشوف إيه السبل اللي من خلالها نرتقي بمستوى التحكيم ومستوى الحكام بمصر. تقنية الفار اللي النادي الأهلي طالب بيها اللي هي تقنية الفيديو لازم يتم تطبيقها. أكتر من مرة الأهلي طلب التقنية دي وما تنفذتش، وكان في وعود بالتنفيذ كمان ولا أحد يستمع. وتم اتحاد الكرة عرض قبل كده قال لك إن إحنا عايزين مقابل كذا كذا من الأندية، والنادي الأهلي وافق. مش دعوة النادي الأندية، وافق إنه مقابل معين. مقابل أصل أنت دي أجهزة، رغم إن ده دور طبيعي ومباشر وضليع لاتحاد الكوره انه يمبي تمام، بس لازم العمليه يعني مش مكلفه بالصوره الباهظه اللي موضحها لنا اتحاد الكوره، كل العالم بيطبقها دلوقتي. هل اتحاد الكوره ما عندوش الامكانيه ان هو يطبقها يعني؟ ما عندوش الجوانب الماديه اللي تساعده على كده؟ لا عنده يعني، ما انا بقول لك العمليه مش محتاجه المساله الصعبه دي. احنا نشوف السنه دي بدات تطبيق تقنيه الفار الفيديو في اعظم دوري في العالم انجلترا، دوري الانجليزي البريمير ليج، تم تطبيقها لاول مره السنه دي. حرمت، مش هنقول حرمت، هي منحت الحق مباراه توتنهام ومانشستر سيتي. هدف جيسوس في الدقيقه 94 يتم الغاءه، ويتم الغاءه وقرار سليم. هدف ريال بيتيس استحاله الحكم يجيبها مع ريال مدريد في الجوله الاولى. الكره لما تعادت قدامنا بتقنيه الفيديو وشفناها صعبه جدا على البشر في النهايه، هو بشر. ارجع ليها وبص فيها الكره اللي فيها شك. لازم، انا شايف ان تقنيه الفيديو لمنح الحقوق لاصحابها لازم تتطبق. النهارده كان في تصريح جميل جدا في الجزء الثاني من الحوار بتاع محمد صلاح نجمنا الكبير على السي ان ان، تصريحاتهم متتاليه خلال اليومين دول في الحقيقه. اتكلم على تقنيه، قال التصريح هو يعني يحمل طرافه وسخريه، قال تقنيه الفيديو تطبيقها اما اتسال عليها في الدوري الانجليزي قال هتديني حقي وهجيب اهداف كتير جدا في المنافسين الفتره الجايه. لا شيء مهم في الحقيقه. تصريحات محمد صلاح بالمناسبه امبارح كانت تصريحات برضو مثيره شويه، وكان في اختلاف شويه بشكل نسبي عليها يعني، بخصوص معسكر المنتخب في بطوله الامم الافريقيه والاخفاق في هذه البطوله وكواليس ازمه عمرو ورده. تعليقك على هذه التصريحات؟ اولا مش شايف ليها وقت يعني لازمه في الوقت ده، انا مش شايف يعني ايه وقتها كان امتى؟ إيه محلها من بدري؟ طبعا وقت انتهى البطوله. وقت انتهى البطوله في التوقيت ده يعني كنت طبعا عايز كان لازم تتفجر هذه المشكلات وتتكلم عنها. ويجب على محمد صلاح ايضا يعني برضو توجيه كناس بتحبه، يعني مدير اعمال ما يكونش مدير اعمال بس. يجب حد يتكلم ازاي، ايه التصريحات اللي تخرج مني والتصريحات تطلع امتى وفي الوقت ده، شيء مهم جدا في العالم كله. والنجوم الكبار محمد صلاح حاليا بقى زي ميسي ورونالدو ونيمار والناس دي، لازم يشوف تصريحاته امتى بتطلع ازاي وايه اللي بيتقال فيها. طيب عايز ارجع تاني للنادي الاهلي واستعداده لمباراه اطلع بره، وسمه من سمات الاهلي دايما زي ما انت عارف وكل الناس عارفه
انك بتخسر بطوله او حتى بتكسب بطوله بتكسب مباراه بتفكر في الجاي على طول، بتشوف الاستعدادات ازاي واهميه مباراه اطلع بره بخلاف النتيجه. الموضوع شبه يعني ان شاء الله باذن الله سهل جدا، لكن في نفس الوقت مباراه مهمه لانها جايه ورا مباراه انت اخفقت فيها امام بيراميدز. المباراه مباراه لمصلحه الجماهير في المقام الاول، كويس باداء جيد ونتيجه جيده ايضا. النادي الاهلي بنسبه كبيره جدا حسم التاهل الحمد لله طبعا لدور المجموعات الدور المقبل، فوز 4-0 في المباراه الاولى نتيجه كبيره. الفريق حاليا لاعبون يعني زي ما شفنا في التدريبات والجزء اللي فات من الحلقه والكلام بتاعهم، اللعيبه كلها معنوياتها مرتفعه، اللعيبه عايزه تصالح الجماهير، عايزه تقدم حاجه للنادي الاهلي عشقها الاول وبيتها الكبير. وانا واثق ان اللاعبين هيكونوا في المباراه دي على قدر المسؤوليه، كابتن محمد يوسف على قدر المسؤوليه اللي هو فيها، ومش اول مره يتولى مسؤوليه صعبه وينجح في العبور بالفريق بيها. محمد يوسف كان اصغر مدرب في افريقيا يفوز بدوري ابطال افريقيا. محمد يوسف مدرب لديه امكانيات وقدرات فنيه جيده، عاشق للنادي الاهلي ويحب النادي الاهلي، والفتره اللي فاتت واحنا نعلم كانت لديه عروض جيده للرحيل عن النادي الاهلي داخلا وخارجا، لكن الرجل تمسك بالبقاء في بيته وتمسك بالبقاء في النادي الاهلي في الوقت اللي كان محتاجه فيه. كويس. كل ده اكيد ما يعني في شيء معروف يعني، كابتن محمد يوسف في الحقيقه يعني اهلاوي جدا وبيحب النادي وكل الكلام من ده، لكن برده عشان الناس ما تفهمش الكلام غلط انه ممكن يكون تمهيد لاستمرار كابتن محمد يوسف، لا الموضوع محسوم يا جماعه، مدير فني اجنبي هو اللي قادم. ركزنا على نقطة أول ما أنت بتقول الخبر، قلت لك أهم ما فيها كلمة أجنبيا بالزبط. لأن المدير الفني القادم للنادي الأهلي مدير فني أجنبي أيا كانت جنسيته بالزبط. في أوروبا، ولكن هو مدير فني أجنبي ده محسوم، لجنة الكورة حسماها ومجلس إدارة النادي الأهلي مستقر على الموضوع ده، ولكن كابتن محمد يوسف حاليا في مهمة انتقالية مؤقتة لحين قدوم المدير الفني بالزبط. الجديد، وهي هتكون مهمة قليلة كمان يعني فترة احنا لسه بنقول يا أمير ان بإذن الله الأسبوع الجاي سيتم الإعلان عن المدير الفني الجديد. تمام. متوقع ان الماتش يطلع بره نشوف فيه تغييرات بقى في التشكيل، ممكن تلاقي بعض العناصر ما لعبتش خلال الفترة اللي فاتت، أبرزهم مثلا صلاح محسن مثلا، تلاقي متولي لسه منضم حديثا، أليو ديانج استمرار إشراك أفشة، بتشوف ازاي التشكيل ممكن شايف التغييرات في التشكيل ماتش بإذن الله يوم الجمعة، تغييرات مش هتكون كبيرة. تمام. التغييرات مش هتكون كبيره، هتكون في نطاق ضيق جدا. اعتقد التغييرات الابرز هتكون في خط الدفاع. لازم في خط الدفاع طبعا لازم اعتمد على مدافع، انا عندي اتنين مدافعين شاريهم في فتره قليله جدا ورا بعض متتاليين، ياسر ابراهيم متولي وبعديهم محمود متولي. ازاي ما العبش بيهم؟ رامي ربيعه ما شاء الله يعني من ساعه ما رجع مستوى جيد جدا، مستوى رائع وملى المكان بتاعه، يجب اللاعب اللي يلعب جنبه دون التقليل من اي لاعب، لازم انه يكون لاعب ديفندر صريح. كويس. مهامه كامله. زي ما شفنا مع منتخب مصر في بطوله افريقيا وفي مباريات كتيره وفي قبل كده مع اسمها ايمن يجيد اكثر في مركز الظهير الايسر. بيتالق فيه رغم انه لاعب جوكر وبيقدر يلعب، بس برضه خلينا نقول هو تالق في مركز المساك برضه، بقول لك بيقدر لعيب جوكر وبيقدر يلعب في كذا مركز. ولكن انا لازم انا اجيب صفقات، انت قصدك ان كل واحد في اختصاصه احسن بالزبط. في مركزه افضل، وبعدين انا اجيب صفقات يا امير لازم اعتمد عليها بالظبط، لازم اجرب فيها، لازم ادي الصفقات دي. النادي كل انديه العالم لو شفت حتى في بدايه الفتره التحضيريه بتعتمد على الصفقات، ودي من الاشياء برضو الغريبه شفتها في الفتره اللي فاتت، سواء في ماتش افريقيا اللي الاهلي لعبه او ماتش الكاس، انت فين يا لاسارتي من الصفقات؟ اما مش هجرب في مباراه سهله زي كده ديت الصفقات، المباراه تطلع بره الاولى، مش هجرب الصفقات اللي عندي، هجرب امتى؟ مش هجرب اللعيبه اللي لم اعتمد عليها في الفتره اللي فاتت، هجربها امتى؟ محمود بنتولي كان قدامي فرصه ان انا اشوفه عامل ازاي، الراجل اللي جبته جديد ده حالته الفنيه اخبارها ايه، بدنيه الكلام من ده، قفشه كان قدامي فرصه ان انا اشاركه، اليو ديانج كان قدامي فرصه ان انا اشاركه. يعني ده الطبيعي، ده الف ب كوره ان انا عندي صفقات جديده في العالم كله ببدا اجربها عشان اشوف الوضع ايه معايا بالظبط. ده شيء مهم والمؤكد باذن الله ان القادم افضل للنادي الاهلي خلال الفتره المقبله. اتكلمنا في بعض الملفات المحليه واتكلمنا فيما يتعلق بالنادي الاهلي، عايز اتكلم معاك كمان بقى عالميا، وفي كلام واخبار كتيره ولسه سوق الانتقالات مستمر في بعض الدول، قفل بس في انجلترا لكن الاسبانيا حتى الثاني 2 سبتمبر في كل دول اوروبا باذن الله. اخر الاخبار ايه هناك في اوروبا والانتقالات وبالتحديد نيمار؟ هو الحديث لا صوت يعلو في اوروبا كلها عن نيمار. نيمار هيروح فين؟ نيمار غاوي يعمل دايما الشو ده حوالين كل سنتين بيحصل كده، هيعمل الهيصه دي حواليه زي ما بنقول كده. نيمار حاليا الصراع
قوي عليه بين قطبي اسبانيا وقطبي الكره العالميه في الفتره الاخيره. طبعا لكل الناس بيتابعهم برشلونه وريال مدريد. اقرب لبرشلونه رغم الخلاف اللي بين باريس سان جيرمان وبرشلونه كاداره ناديين، ولكن في نفس الوقت يعني ريال مدريد يترقب كالفهد بالظبط، عايز ينقض وعايز يشوف العرض الاخير لنيمار من برشلونه هيكون عامل ازاي، عشان هو يدي عرض افضل لباريس سان جيرمان اللي بتتمنى بيع نيمار لريال مدريد مش مدريد. لبرشلونه هم بيتمنوا، لما بقول لك في خلاف بين الناديين بالظبط. امبارح كان في اجتماع في نادي برشلونه ضم قيادات النادي كلها على الصعيد الاقتصادي، هم عندهم مدير اقتصادي ومدير اداري ومدير بقياده جوزيه ماريا بارتوميو مدير رئيس النادي، وتم الاستقرار على تقديم اول عرض رسمي، حتى قالوا كتابي كده في صحف مكتوب لباريس سان جيرمان هيتقدم خلال الساعات اللي جايه ديت. عرض اعاره، عرض اعاره مقابل 20 مليون يورو مع بند شراء الزامي في نهايه الموسم مقابل 150 مليون يورو. وده عرض، وده اختلاف كامل يا امير في العروض من برشلونه لباريس سان جيرمان. احنا عارفين ان الفتره اللي فاتت كلها برشلونه كان بيعتمد على عروض مبادله بالظبط، وده كان بيرفضه باريس تماما. مره حط خصوصا بعد ما كوتينيو راح بالظبط، مره حط كوتينيو، مره حط ايفان راكيتيتش، مره حط صامويل اومتيتي، احط لهم نيلسون سميدو، عمال ابدل له لعيبه، وباريس قافل القصه تماما. بالزبط. ناصر الخليفي رئيس النادي او ملك النادي القطري هو مقرر ان انا عايز اموال. بالزبط. وكان محدد الاول 300 مليون يورو، مبلغ كبير جدا عشان هو دفع فيه 222 مليون يورو قبل كده، ولكن هو حاليا اللي ما يدور داخل اوراقه النادي الباريسي او في حديقه الامراء لو وصل عرض شراء، عرض شراء مقابل 150 مليون يورو مباشره سيتم بيع اللاعب، هيوافق باريس سان جيرمان على بيع. طب هل برشلونه قادره ان هي تدفع المبلغ ده دلوقتي؟ استحاله استحاله. ليه بقى؟ استحاله في ظل الازمه الماليه اللي بيعاني منها النادي، وفي ظل شراء جريزمان. جريزمان كلف خزينه النادي 120 مليون يورو، ده قفل موضوع انه يدفع المبلغ ده. ولذلك كل اللي بيدور فيه برشلونه حاليا ايه زي ما انت قلت من شويه، عرض اعاره. هو لا، برشلونه ما يقدرش يدفع المبالغ دي في لاعب. بس برضو البعض بيتكلم على ان نيمار ما طلعش صرح برغبته، هل ده معناه ان هو ما عندوش مانع ان يروح ريال مدريد؟ وهو ما ينتظره مسؤول برشلونه. مسؤول برشلونه نفسهم ان اللاعب، وده تصريحاتهم اكتر من مره، يطلع يتكلم، يطلع يتكلم. انا عايز ارجع برشلونه. هم الجمله دي مستنيين، انا عايز اروح برشلونه. ده اللي منتظرينه منه، وده اللي هو ما عملوش حتى الان، وده تخطيط برضه اعتقد ان وكيل اعماله تفكير مميز بالنسبه له طبعا، ان انا ما بعملش، انا ما بقفلش السوق. افرض افرض الموضوع ما بقفلش السوق بتاعي انا في ريال مدريد نادي كبير طبعا. الهدف الاول والاهم حاليا لنيمار هو الخروج من حديقه الامراء بالظبط، عشان ما بتلبيش طموحه، النادي مش ملبي طموحه. هو يعني اللاعب فكر ان هو اما هيخرج من برشلونه هيخرج من عباءه ميسي وهينطلق بعد منصات التتويج، حسبها غلط، والفوز بالكره الذهبيه زي ما كوتينيو حسبها غلط بالظبط، والفوز بدوري ابطال اوروبا، وده كل ده اعتقد انه هيحصل معاه، وهو ما لم يحدث معاه. تمام. طيب النهارده بيقال ان والد نيمار عمل فولو للاكونت بتاع سيرجيو راموس على انستجرام، هل ده ممكن يكون مؤشر لانتقال اللاعب ريال مدريد؟ الاكثر من كده، والد نيمار على اتصال مستمر خلال الايام المقبله ببعض الوسطاء في ريال مدريد كمان وبعض المسؤولين ريال مدريد. يعني والد اللاعب واللي هو يعتبر جانب من وكيل اعماله برضه في جزء من المسؤولين عن وكاله اعمال اللاعب، يرغب في انتقاله لريال مدريد ويسعى لكده، وبيعمل مع بيني زهافي وكيل اعماله وكوري الوسيط البرازيلي اللي هو في لبرشلونه اتصالاته حتى بيه لما بيحاول يقربه من برشلونه. لا، والد نيمار يسعى لانتقال اللاعب الى ريال مدريد. نتمنى نشوف نيمار. انا اتمنى ريال مدريد. انت تتمنى مين؟ انت مدريدي. انت تتمنى مين؟ اتمنى ريال مدريد طبعا ان شاء الله باذن الله. غريبه جماهير الاهلي يشجعوا ريال مدريد، مع كل الاحترام لكل عشاق برشلونه يعني في كل الاحوال، لكن هنشوف طبعا في الاخر الموضوع هيستقر بنيمار لحد فين. عايز اتكلم على محمد صلاح مع ليفربول شويه، والمشوار السنه دي بدا بانتصارين، بيتصدروا بطوله الدوري هما وارسنال 6 نقاط فرق الاهداف لليفربول. في نفس الوقت محمد صلاح في ماتشين جاب هدف، ساديو ماني في المباراه الاخيره امام ساوثامبتون عمل مباراه رائعه جدا وجاب هدف اول مميز جدا جدا جدا. بتشوف مسيره صلاح السنه دي في الدوري الانجليزي ممكن تكون عامله ازاي، وهل هيواصل التالق ولا شايف الامور ممكن تكون صعبه في ظل تالق ماني؟ هي الفكره الاولى ليفربول، ليفربول كله هيواصل التالق، هيواصل السير على نفس الخطى اللي كان عليها الموسم اللي فات. ليفربول حلم جماهيره حاليا هو الدوري الانجليزي الذي لم يحققه الفريق منذ 30 سنه بالظبط، اخر مره كان يعني عام 90
كتير قوي أوي. هو الحلم الكبير دلوقتي لجماهير الدوري الانجليزي بعد ما حققوا دوري ابطال اوروبا. يعني لو سالت اي جماهير ليفربول كانوا عاملينها حتى هم في كتاباتهم والسوشيال ميديا وكده يقول لك ان الدوري الانجليزي عندهم اهم. هو ده اللي بيضعه مسؤول النادي حاليا نصب عيونهم. ولكن في خطا كبير انا شايفه في اداره ليفربول الصيف ده، عدم ابرام اي صفقات. صفقات كبيره ممكن يكون ايه السبب ان هم صفقات مؤثره؟ هل اعتمدوا مثلا عوده لعيب زي تشامبرلين مثلا، هل اعتمدوا على استمرار صلاح وماني وفيرمينيو ومحدش فيهم ماشي خالص من ليفربول؟ هو كان الاعتماد الاول ليهم ان هم ما فقدوش ايا من نجوم الفريق بالظبط اللي حققوا انجاز دوري ابطال اوروبا الموسم اللي فات، كلهم موجودين. حتى المهاجم البديل، المهاجم القناص اوريجي موجود، لم يتم الاستغناء عنه برغم العروض الكتير اللي جات له. ساديو ماني وصلاح وفيرمينيو برغم عدم وصول شيء رسمي او تحدث عن شيء بس رسمي. اللي مشي من ليفربول البرتو مورينيو، البرتو مورينيو الاسباني بالظبط يعني. حارس المرمى وهو كده كده لم يكن هناك اعتماد عليه. يعني هم حتى عملوا التعاقد مع حارس كان خارج الحسابات وخارج اللعب يعني، لو فري جابوه بالظبط، هو ده اللي جابوه بس. وناشئ يقال انه هيبقى اعظم، هو امتداد 16 سنه بالظبط، مدافع هولندي برضو زي فان دايك، وبيقولوا هيبقى اعظم مدافع في العالم في السنوات الجايه. يعني مدافع ولا لاعب وسط؟ لا مدافع. هو لعب الموسم اللي فات مع فريق زيفولا الهولندي ولعب في الدوري، لعب كان من اصغر اللاعبين اللي شاركوا في الدوري الهولندي الدرجه الاولى طبعا، وعمل مباريات قويه. وفي تقارير كتير عن اللاعب ده انه هيبقى اعظم مدافع في السنوات الجايه. هتنافس ليفربول السنه دي على الدوري؟ هينافس على لقب الدوري الانجليزي بقوه مع نفس الفريق والمنافس القوي مانشستر سيتي. لكن ما تتوقعش تلاقي نادي تاني بينافس معاه؟ من الواقع يعني، واقع السنين اللي فاتت هي دي بدايه المدفعجيه دايما. البدايه القويه الارسنال، ثم فجاه تتراجع نتائج الفريق ما بتفهمش ليه. اللي شايفه ممكن يكون كويس في معنويات مرتفعه السنه دي فريق مانشستر يونايتد، بس امبارح اتعادلوا مع ويلفرهامبتون 1-1 وكوبا ضيع ضربه جزاء. بالظبط اتعادلوا واهدروا ركله جزاء كانت كفيله انها تديهم مباراه 6 بونت برضو، يوصلوا ل6 بونت زي صلاح وزي ارسنال. ففرقه مانشستر يونايتد فرقه السنه دي فرقه كويسه، جابوا اغلى مدافع في العالم هاري ماجواير طبعا، فعندهم امن الدفاع كتير. لا والسنه دي واضح ان هيكون في تالق لمارسيال وراشفورد، وراشفورد تالق بشكل لافت جدا في المباراه الاولى. يعني الشيء المؤسف اللي حصل في المباراه هي الهتافات العنصريه ضد بوجبا، واللي عادت للاذهان من اسبوعين اللي حصل مع محمد صلاح واللي قبلها مع ستيرلينج بالظبط جماهير ايفرتون. يعني دي ظاهره يعني لا يجب ان الفيفا يعني في خطوات حاسمه الفيفا اعلن كده. ممكن يكون الموضوع ده ليه دور في انتقال بوجبا لريال مدريد الصيف ده ولا الموضوع صعب برضه؟ اعتقد بوجبا لن ينتقل هذا الصيف، صعب سيظل رفقه الشياطين الحمر. تمام. يعني اتكلمنا في ملفات كتيره جدا يا استاذ ايهاب، انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. اشكرك يا امير وشكل قناه الاهلي وجماهيره. بنشكرك شكرا جزيلا. كان ضيفنا العزيز في حلقه كلام في الميديا النهارده استاذ ايهاب الجنيدي الناقد الرياضي بموقع اس الاسبانيه، واتكلمنا في ملفات كتيره قوي محليا وعالميا وكمان اخر اخبار النادي الاهلي. دي كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا، استنونا حلقه جديده بكره ان شاء الله. الى اللقاء.